السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم هذه الملابس نسائيه رائعه كما كتشوفوا معايا هنايا، ديال المحجبات وغير المحجبات، كاين حتى ديال الخماريات. انتم كتشوفوا معايا موديلات ما شاء الله رائعين، كاينين تونيه طوال كذلك حتى هما ديال المحجبات وغير المحجبات. اللي بغى شي حاجه مرحبا، النمره ديال الاخيه اللي كنخليها لكم دائما في صندوق الوصف وعلى القناه، ومرحبا بكم. وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه والمميزه، موديلات ما شاء الله ما نحتاجش نقول لكم، انتم كل شيء كتشوفوه هنايا في الفيديو. يعني ملابس ما شاء الله، ملابس جميله جدا للمحجبات ولا غير المحجبات. يعني تشكيلات رائعة لا في الملابس ديال فصل الشتاء ولا الملابس اللي كيكونوا ما هما سخنين ما هما مبردين، كيكونوا بين وبين. هنايا كاين تشكيلة رائعة، موديلات ما شاء الله. وخليكم مع هذا الفيديو تشوفوا الأشكال والألوان، موديلات على الألوان وعلى الأشكال. بالنسبة للثمن، ثمن جد رائع ومناسب. كاين حتى الجينات، كاينين كساوي بحال هذا الشكل هذا واشكال اخرى. وملابس مريحة حتى رمضان، يعني ملابس رائعة. كاين هاد اللبسة هادي فيها جميع اللوينات، اللوينات ديالها ما شاء الله، يعني الوان رائعه في جميع الملابس. وكاينين فيديوهات اللي حتم لكم من قبل حتى هما فيهم اشكال والوان في جميع الملابس. الملابس ديال الأميرات، يعني تشكيلات ما شاء الله، تشكيلات رائعة. وما تنساوش تبارطاجيو مع العائلة ديالكم، مع الأصدقاء ديالكم، الصديقة ديالكم. اللي بغى شي حاجة كادو ولا أي حاجة مرحبا. بالنسبة للنمرة هي اللي كنخليها لكم ديال الأخ ديما كنخليها لكم على القناة وفي صندوق الوصف.
ثم كتشوفوا معايا هنايا اللباس ديال الصلاة، هاد اللبسة هادي حتى هي فيها جميع الألوان بالفولار كما كتشوفوا معايا هنايا. انتما كتشوفوا الالوان ديالها، الوان رائعه. فيها جميع الالوان، موديلات ما شاء الله كلها كتهبل. انتما كتشوفوا معايا هنايا، بالنسبة للثمن، الثمن جد رائع ومناسب. وفضلا منكم وليس امرا، بارطاجيو في الفيسبوك، الواتساب، الانستغرام، تويتر، في جميع مواقع التواصل، فضلا منكم وليس امرا. ثم كتشوفوا معايا الملابس كاين ديال المحجبات وغير المحجبات، يعني موديلات ما شاء الله، موديلات كلها رائعة وتحفة. كاين بحال هاد الشكل هذا، فيهم الوان واشكال بحال هاد الشكل هذا، بحال الصلايه، بحال الفولار، بحال عبايه. لباس كله ما شاء الله كله رائع. وكاين حتى الملابس ديال هاد الشهر هذا، رمضان المبارك، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والعافية وطولة العمر يا رب، لينا ولجميع المسلمين. كاين حتى الملابس ديال الصوفة، ملابس كثيرة ما شاء الله، بحال لبسة بحال فولار، يعني كيجيو روعة في اللبسة. هاد اللباس هذا ديال المحجبات يعني فيه جميع الألوان والأشكال.
العبايات بحال لي فولار، يعني كيجيو روعة في اللبسة. وما تنساوش تشتركوا عندي في القناة وضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجة حطيتها عندي في القناة توصل عندكم انتم الاولين. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعة، موديلات كلها تحفة. منحتاجش نقول لكم انتم كل شيء كتشوفوا هنا في الفيديو على القناة، يعني اشكال والوان رائعة ما شاء الله. ثم كتشوفوا معايا الملابس ديال المحجبات، يعني تشكيلات ما شاء الله، تشكيلات رائعة. هاد اللبسة هذه حتى هي فيها جميع الالوان، الوان حتى هي ما نحتاجش نقول لكم، يعني موديلات كلها تحفة. يعني هاد اللبسة هذه حتى هي فيها جميع الالوان، وكتجي في اللبسه ما شاء الله. انتما كتشوفوا معايا هنايا هاد اللبسه هذه الالوان اللي فيها، وكتجي مريحه حتى في اللبسه، كتجي رائعه. بارطاجيو مع العائله ديالكم، مع الصديقات ديالكم، الاصدقاء ديالكم، اللي بغى شي حاجه كادو لاي حاجه مرحبا. للاستفسار دائما كنخلي لكم نمره الاخ، هي اللي كنخليها لكم في صندوق الوصف وعلى القناه. ومرحبا بكم اللي بغى يستفسر على اي حاجه، لا بالنسبه للثمن، الالوان، الاشكال، المقاسات، اي حاجه بغيتوها مرحبا.
عجباني هذا الفيديو هذا، هذه الخطره فيه جميع الاشكال والالوان ديال المحجبات. لباس كله رائع وتحفه ما شاء الله. انتما كتشوفوا معايا هنايا، وفضلا منكم وليس امرا ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه وضغطوا على زر الجرس واللايكات لايكات باش تشجعوني دائما ان شاء الله نجيب لكم الجديد والحصري على قناة شريفة سمر تي في. ومرحبا بكم. كاين حتى الملابس كما قلت لكم ديال الصوفة ممتازه اللي ما كتسببش الحساسيه، وموديلات رائعه في جميع الملابس ديال الصوفة ولا الملابس الاخرى. وكما قلت لكم دائما النمره للاستفسار ونمرة الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف للاستفسار على اي حاجه. مرحبا بالنسبه للالوان الاشكال المقاسات، يعني اي حاجه بغيتوها مرحبا. كما قلت لكم دائما نمرة الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه. ودائما ما نساوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودابا غادي نخليكم في رحمه الله ومع تتمه الفيديو وفيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.